الثمن هذا راه بزاف فهمتيني بالنسبه للمواطن درويج يركب 200 درهم سلطان جا بزاف واخا يكون دير شي درهم دقيقه حنا خصنا نشوفوا شي حوايج ابار الدرهم حنا عندنا مشكل هنا في الطوبيس هنا في كازا الطوبيسات بعدا الناس تبقى هنا حتى 10 الليل ما توصلش لدارها فهمتيني يعني كاين مشكل اخويا في الحافلات عاد نشوفوا حنا الدران جديد سريع 500 درهم بزاف عليا ما نمشيش فيه الثمن مناسب بالنسبه للمغاربه بزاف واعر واش مناسب بالنسبه للمغاربه مناسب للمغاربه تران عادي تران عادي واخا واخا كاين فاقد الوقت الوقت ساعتين لا لا أتمينة غير مناسبة نظرا لهذا الدخل الفردي المحدود ديال المواطن المغربي يعني بالنسبة لي أنا كنشوف من الزاوية ديالي أنه صعيب على المواطن البسيط اللي عنده دخل محدود أو طالب أو يعني مواطن اللي ما تيتقاضاش واحد الأجر اللي هو كبير يعني ماشي في صالحه وماشي في الاستطاعة ديالو أنه يستخدم الوسيلة ديال التي جي في الجديدة اللي كتربط ما بين الدار البيضاء وكازا غير بعد دابا ولا كيدير الساعتين دابا الوقت الزمن دابا سارع دابا بنادم كلشي زربان دابا التوقيت على الصباح خصو دابا كاين اللي عنده الخدمة مسلة لكازا خصو جوج ساعات هذاك كيدوز اربعة الساعات راه ضروري جوج ساعات راه مزيانين واخا الثمن ماشي مشكل خصو راه بشي حاجة أخرى الناس راه ما خداماش الناس تنعس في الزنقة كاين بزاف ديال الحوايج بزاف ديال الحوايج غاليين خصهم يشوفوا الناس يبداو لا بغا يصوبوا شي حاجة زوينة يبداو من المواطن أخويا سمعتيني حنا الناس ما لاقيين ما تلبس ما لاقيين ما تاكل عاد نخلصوا حنا 200 درهم حنا خويا مشوا على رجلينا عطانا الله الأونز تحية للأونز حنا مع الأونز وكاين على الله سبحانه وتعالى هذا الشيء اللي كاين حنا راه تنضيعوا هذا اللي تيهضر معاك راه تينعس في الزنقة باش انا نخلص 200 درهم حتى لطنجة لا يعقل اخويا واخا تكون عندي ما نخلصهاش المغرب ما فيهش غير تي جي في فيه ترانات اخرين اللي ما عندوش استطاعات العاديين اللي ما عندوش استطاعة باش يطلع في تي جي في يطلع في تران اخر العادي واش راه مزيان للبلاد انا فهمتي الناس اجانب تيجيو وداك الشيء اللي تيبغوا يديروا مشاريع هنا خصهم تران فاست خصهم تران سريع ان شاء الله في المستقبل يمشي لمراكش ويمشي للبلدان الاخرى ما كرهناش حتى الصحراء لان بزاف ديال الناس هذيك 200 درهم نقدر نفرق على دوك الناس اللي خصهم ما ياكلوا خصهم فين ينعسوا خصو كاشه خصو بزاف ديال الحوايج هذا اللي تيهضر معاك خصو كاشه وخصو بونجا وخصني بزاف ديال الحوايج انا اخويا مريض دير الكاميرا اخويا انا مريض خصني انتيبيوتيك ما لقاش اللي يعطيه ليا هذا قطع ب 200 درهم انايا واحترامات يا خي لهاد الناس هادو تنطلب من هاد المواطنين يعيقوا شويه ويديروا شي حركه حنا راه تنتسناوهم بكامل القوانين العقليه تنتسناوهم معنويا فينا ما نديروا بزاف ديال الحوايج وما تنخافوش سمعتيني اخويا كاين الله سبحانه وتعالى كاين اللي ماشي في الاستطاعه ديالو يديرها كاين اللي في الاستطاعه ديالو يديرها داكشي على حسب القدره الشرائيه ديال بنادم ولكن الا كان مريح وكان هذاك ماشي مشكله مثلا 200 درهم بالنسبه اللي قادر عليها علاش ما يديرهاش مثلا ويربح 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 الوقت هذه مو بالنسبه لي انا تقريبا انا مناسب الا كنت غادي نمشي مزيان ومريح ما غيوقع والو صافي هذا هو اللي